السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفضل صيغة على الإطلاق للصلاة على الحبيب هي الصلاة الإبراهيمية التي ذكر فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم.